المعاد في الفلسفة الإسلامية After Death in Islamic Philosophy. الرؤية الفكرية الإسلامية بشكل عام لفكرة الموت وما بعده مبنية في المقام الأول على العقيدة والنصوص الدينية، وبالتالي آراء الفلاسفة المسلمين انطلقت من الشرع وبناء على أرضية إسلامية قائمة على النصوص الدينية من القرآن والسنة النبوية، وتبعا استخدام الطرق والأدوات العقلانية في دعم وإثبات رؤيته. السياق العام لمجموعة صناع الفكر الفلسفي الإسلامي تاريخيا إن الموت هو تحرر من سجن الجسد، والكل زائل، والله هو الحي الذي لا يموت، والإقرار بوجود النفس منحة إلهية خالدة من عالم الكمال لا تفنى بفناء الجسد بعد الموت، ولكنها تفارقه، وقد تكون المفارقة أخلاقية مؤقتة، وذلك بانصياع الإنسان لرغبات وشهوات الجسد خلال رحلته الدنيوية القصيرة، أو مفارقة ميتافيزيقية، وذلك عن طريق مفارقة الجسد نهائيا عند موته وبقاؤها خالدة في عالم الكمال الذي صدرت منه في المقام الأول. ومن هنا تكونت رسالة فكرية إسلامية بضرورة العزوف عن حب الدنيا والتفكير في الموت والبعث، لأنه المصير المحتوم والسعادة الأبدية التي ينالها الإنسان مع الموت بتحرر نفسه أو طواعية قبل الموت الطبيعي. فيلسوف الإسلام الأول الكندي رأى أن الزوال والفساد أو الثبات والكون أعظم دلالة على إتقان التدبير والحكمة الإلهية ونظم العالم وترتيبه، وأقرب أن الدوام والحياة الأبدية معروفة في عالم الكون، فالنفس باقية والبدن فاني. مسألة الموت عند الكندي سنة الحياة ومن طباع الإنسان وقوانين الوجود التي فرضها الله، وليس على الإنسان العالم بحكمة الله أن يجزع أو يحزن على موت الآخرين أو موته، لأن لولا الموت لما وجد الإنسان أصلا، ولتزاحم الخلق وتخاصموا على الحياة والسلطان. ومن هنا انتقل الكندي من الأدلة الدينية الشرعية لاستخدام أدواته العقلية والمنطقية في محاولة لدعم فكرة حكمة الموت واستمرارية النفس في الحياة الآخرة. في رسالته الحيلة لدفع الأحزان بيوجه الكندي خطاب للإنسان: أيها الإنسان الجاهل، ألا تعلم أن مقامك في هذا العالم إنما هو كلمحة، ثم تصير إلى العالم الحقيقي وتبقى فيه أبد الآبدين، وإنما أنت عابر سبيل في هذا الأمر بإرادة ربك عز وجل. المعلم الثاني فيلسوف الإسلام الفارابي في عمله الخالد آراء أهل المدينة الفاضلة ربط الموت بالزمان والمادة والنفوس المتسفلة في الحياة الدنيا. الزمان مرتبط بالتركيب والانحلال، ذلك أن العالم كفكرة وجد بلا زمان من الذات الإلهية دفعة واحدة لا تقدم لها ولا تأخر، ثم لحق التقدم والتأخر كونه خاضع للتركيب والتحلل، وبهذا أصبح الكمال والدوام للموجود الأول الله، أما النقص والموت فهو لسائر المخلوقات، ووجود الإنسان ليس في الكون بل في عالم آخر غير هذا. ويطرح الفارابي رأيه في مفارقة النفس للبدن بأنها ليست مفارقة بالمكان أو تلف البدن أو تلف النفس، بل مفارقة النفس هو ألا تحتاج في قوامها إلى البدن المادي أو تحتاج في أفعالها إلى آلة الجسم، سواء كان البدن حي أم لا. الفارابي حاول أيضا التوفيق بين تعريف كل من أفلاطون وأرسطو للنفس، فقال زي أفلاطون إن النفس العاقلة هي جوهر الإنسان عند التحقيق، وأنها لا تفنى بفناء البدن، وأن المعرفة الحقة هي سبيل الصعود إلى العالم العلوي. الشيخ الرئيس ابن سينا في رسالة معرفة النفس الناطقة وأحوالها رأى أن الموت هو قصور الطبيعة البدنية عن إلزام المادة صورتها وحفظها بإدخال ما يتحلل، فالموت نظام متوجه إلى غاية وهو فعل الطبيعة، ولا يمكن أن يكون للجسد قوة غير متناهية لأنه قابل للتجزؤ وكل قواه متناهية، أما النفس وتصوراتها العقلية غير متناهية، وهي مفارقة للمادة لأنها بلا مادة أو مقدار محدد، وكل ما لا مادة له غير قابل للعدم. وبيستخدم الشيخ الرئيس أمثلة عقلية للتدليل على فكرة الاستمرارية العقلية، وبيقول: تأمل أيها العاقل في أنك اليوم في نفسك
هو الذي كان موجودا في جميع عمرك حتى أنك تتذكر كثيرا مما جرى من أحوالك، فأنت إذن ثابت مستمر لا شك في ذلك، وبدنك وأجزاؤه ليس ثابتا مستمر، بل هو أبدا في التحلل والانتقاص، ولهذا يحتاج الإنسان إلى الغذاء بدل ما تحلل من بدن، فذاتك مغيرة لهذا البدن وأجزاؤه الظاهرة والباطنة، فهذا برهان عظيم يفتح لنا باب الغيب، فإن جوهر النفس غائب عن الحس والأوهام. ومثال عقلي آخر للتدليل عن تناهي القوة الجسدية وعدم تناهي القوة الروحية، فبيقول: لو كانت القوة الناطقة قوة جسمانية لكان لا يوجد أحد من الناس على مر السنين إلا وقد أخذت قوته تنقص، ولكن الأمر في أكثر الناس على خلاف هذا، بل العادة جرت في الأكثر أنهم يستفيدون ذكاء في القوة العاقلة وزيادة بصيرة، فإذن ليس قوام القوة المنطقية بالجسم والآلة، وإذن هي جوهر قائم بذاته. وخالف ابن سينا المعلم الأول أرسطو بفناء النفس مع الجسد، وإن الأجساد لا تبعث مع الروح، وجادل إن المعاد روحاني فقط، أقام البراهين على إن الصلة بين الروح والجسم عرضية لا يؤدي فناء الجسد إلى فناء الروح، وبيقول: اعلم أن الجوهر الذي هو الإنسان في الحقيقة لا يفنى بعد الموت ولا يبلى بعد المفارقة عن البدن، بل هو باق لبقاء خالقه تعالى، وذلك لأن جوهره أقوى من جوهر البدن، لأنه محرك البدن ومديره ومتصرف به، والبدن منفصل عنه تابع له، فإذن لم يضر مفارقته عن الأبدان وجوده. حجة الإسلام الإمام أبو حامد الغزالي في عمله المهم مقاصد الفلاسفة جادل إن كل ما ليس له مادة يستحيل عدمه من الوجود، فالنفس لا تفنى بفناء الجسد مع إنها حادثة بحدوثه، لكن الجسد كالشبكة التي توقع النفس في الوجود، وبعدها لا يحتاج إلى بقاء الشبكة، لذا السعادة هي استعداد النفس لقبول فيض العقل الفعال، وعندها تنقطع حاجتها للنظر إلى البدن مانع الاتصال، فإذا انحط عنها البدن بالموت ارتفع مانع الاتصال، فالنفس عند الغزالي هي الجوهر اللي بيجمع بين العالمين، عالم العقل أي العالم الإلهي وعالم الحس أي العالم المادي. ووصفهم تقريبا بنحو قريب جدا من تصور أفلاطون، ارجع لحلقة كهف أفلاطون، فالعالم الحسي هو ظل وخيال للعالم الأول. واستند الغزالي لإثبات خلود النفس على البرهان الشرعي من القرآن، سورة آل عمران الآية 169: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ومن هنا بتتضح فكرة الموت عند الغزالي من منطلق أدلة شرعية تذكر الإنسان بأنه كائن ميت، ولكن نفسه باقية وستحاسب على ما ارتكبه في حياته الدنيا، ولذا وجب على الإنسان العمل على نفسه ومجاهدتها، تلك النفس التي جعلها الله على صورته حسب ما يقول الغزالي، فهي شبيهة بالعالم الأعلى، ولأنها فيض من الله وستعود إليه، فعلى الإنسان أن يسعى جاهدا لاحترام ذاته بتهذيبها. فيلسوف قرطبة القاضي أبو الوليد بن رشد ذهب لأن الموت عملية تحول وتبدل وليس فناء وعدم مطلق، ذلك أن الطبيعة عالم أزلي لا بداية له مثل الله عز وجل، ولا بد عند ذلك أن يكون فعله أزلي وأبدي لا نهاية له، وعملية الخلق والتحول والتبدل عملية أزلية أبدية مستمرة في هذا الوجود، فالفساد والكون ضروري لإيجاد أحدهما الآخر، ف
فالوجود في جوهره غير متغير، بل المتغير يكون في المكان وأجزائه، وهذا الفعل صادر من المحرك قديم. بقربه وبعده عن الكائنات يكون ذلك سبب فساد وكون الكائن. وانحاز ابن رشد صراحة للإمام الغزالي في تلك المسألة في تهافت التهافت، وقال: وما يقوله هذا الرجل جيد، ولا بد في معاندتهم أن نوضح أن النفس غير فانية كما دلت عليه الدلائل العقلية والشرعية، وأن يوضح أن التي تعود هي أمثال هذه الأجسام التي كانت في هذه الدار، لا هي بعينها، لأن المعدوم لا يعود بالشخص. وأقام الأدلة والبراهين على خلود الروح في الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة، وجادل إن الإنسان لم يخلق عبثا، إنما كي يدرك الكمال في العلم والفضيلة، وليس إدراك ذلك ممكن في هذه الحياة الدنيا لأنها عابرة، فلا مفر من التسليم بوجود حياة أخرى تعود إليها النفس كي تلتقي جزاؤها. وهذا أول دليل على خلود الإنسان. والدليل الثاني استمد من طبيعة الصلة بين الروح والجسم، وإنها صلة عابرة، إذ ليس الجسم سوى آلة تستخدمها النفس ووسيلة إلى إدراك ما يحتوي عليه العالم الحسي. ورأى إن الخلود لجميع النفوس دون أي تفرقة، سواء كانت نفوس شقية أم سعيدة. واعتبر ابن رشد إن المعاد روحي لا جسدي، وخلص لأن الموت حدث مستمر ضروري لاستمرار الوجود القائم على ثنائية الموت والحياة، وهو حلقة وصل بين عالمين، وإن الزوال التام لا يوجد ولم يوجد ولن يوجد، وكل ما يموت هي تبدلات تصيب المادة في المكان، فالشيء لا ينعدم إلى لا موجود، أما الموت فهو وجود ما ورائي للروح فقط. وإن الله شبه هذا الوجود بصورة مادية لتكون أقرب إلى أذهان الناس وفهمهم، وهذا الوجود في الأصل هو روحاني والنفس غير مائتة. وشبه ابن رشد بالضوء مصدره واحد، ولكنه ينقسم بانقسام الأجسام، والموت هو رجوع النفس لمصدرها الأول.